أنا المورد الثاني، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أيضا عندنا في تفسير الجلالين قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث. هذا أولا تفسير الجلالين. ثانيا تفسير الطبري يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال ابن جريح ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه أمتي وبالحق يأخذون ويعطون ويقضون. ولا زال الكلام للطبري يقول عن قتادة بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأها يقول هذه لكم، أي وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يقول هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها. ماذا يقصد؟ يقول ومن قوم موسى، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ومن قوم موسى، يذكر النص، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. انتهى تفسير الطبري. ثالثا تفسير القرطبي أليف وباء، أو فيها أولا وثانيا. عندي إذن أولا، إذن ثالثا قلنا فيه أولا وثانيا. أولا تفسير القرطبي قوله تعالى ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هم هذه الأمة، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها، وقرأ صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى، حتى ينزل عيسى ابن مريم. فدلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلي الدنيا من وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. التفت جيدا حتى ربما لم أذكر هذه الملاحظة وهذا التعليق. ماذا يقول في الحديث؟ يقول إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم. التفت جيدا، إذن يوجد أمة على الحق قبل نزول عيسى بن مريم سلام الله على عيسى بن مريم. هذا يؤكد ما ورد في الروايات، ينزل عيسى وإمامهم فيهم سلام الله على إمامهم وهم على الحق، وعيسى يكون تحت قيادة وأمرة إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وآله إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم، حتى ينزل عيسى ابن مريم. فدلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. فدلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داعي يدعو إلى الحق. إذن من هو هذا الداعي؟ ما هي مواصفات هذا الداعي الذي يجب أن يوجد في كل وقت من الأوقات حسب ما يستفر القرطبي؟ يدعو إلى الحق، هل إنسان عادي؟ هل له قيادة؟ هل له أمرة؟ هل له إمامة؟ بعد هذا نتحدث ما بعد الإمامة، ما بعد الخلافة الإلهية. لاحظ يوجد إمامة وخلافة إلهية، بعدها نتحدث عن السلطة وعن الحكم وعن التمكن في الأرض وعن القيادة وعن الحكم بين الناس وعن إقامة الحدود. هذا يأتي ما بعد الحديث عن الجانب التشريعي، الجانب النظري. بعد هذا نقول متى يكون التطبيق، كيف يكون التطبيق، هذا الذي نريد أن نشير إليه دائما. وهذا يدخل ضمن النظرية وفي صلب النظرية التي ندعو لها. علينا أن نفرق بين الإمام الحق والإمام الحق الإمام الإلهية، وبين السلطة من الخطأ الجسيم ومن الطعن بالدين ومن التدليس الشنيع. أن نخلط بين السلطة الحكم التسلط وبين الإمامة الحقيقية، الإمامة الإلهية، الإمامة المجعولة من الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بصحيح. الإمام الذي جعله الله سبحانه وتعالى إماما
وخليفتان يبقى على إمامته كما في إمامة الأنبياء والمرسلين الذين وهم الكل إلا البعض القليل النادر ممن حصل على السلطة والحكم، لكن باقي الأنبياء والمرسلين لم يتحقق لهم هذا. هل تسقط منهم الإمامة؟ إبراهيم سلام الله عليه كان أمة ولم يحصل على الحكم، لم يحصل على السلطة التي يجعلها المارقة كأساس في الإمامة والإمام وتشخيص الإمام والمبايعة للإمام وتصحيح أعمال الإمام وإلباس الإمام العصمة وتصحيح كل منكرات وقبائح الإمام وتشريع كل منكرات وقبائح الإمام، أي إمامة هذه؟ إذن لو فرقنا بين هذا وهذا لحلت الكثير من المعضلات والعقد التاريخية والتفسيرية والعقدية العقائدية.